جايين الدنيا ما نعرف فيه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها بغربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه من غير ايه.
الشغله دي كلها بجد وحشتني. ماشي ماشي، واللي بعده؟ انا محتار يا سمحة. محتار؟ محتار في ايه بالظبط؟ في مستقبلي. ماله مستقبلك انت؟ بسم الله ما شاء الله اهو نجم النجوم. حاسس ان العربيه اللي بتجرني ابتدت تتعب او ما بقتش مناسبه للزمن ده. بس بالراحه شويه، حلو وضح كلامك، مش فاهم. ما هو لو انا عارف اوضح كنت وضحت. طب انا هسالك سؤال. اتفضل اسال. انا ماشي صح؟ انت بتعمل اللي انت حاسس بيه؟ ما انت عارف يا سمعة انا عمري ما غنيت غير اللي انا بحبه. خلاص تبقى ماشي صح. غنوة حبيبها مثلا غنوة جميلة بس ما نجحتش نجاح اللي انا كنت مستنيه. معلش اصبر، اللي ما ينجحش دلوقتي هينجح بعدين. انا عايز دلوقتي، دبرني يا وزير. الوزير عاوز اللي يدبره. مال نحن ومال اليمن وصورها؟ ومال مال مين؟ مين اللي هيقف ضد الامام البدر اللي معايش اخواننا في اليمن كانهم في القرون الوسطى؟ مين اللي هيقف معاهم؟ واذا كانوا اليمنيين راضيين قول مقهورين، نقوم نبعت قواتنا اليمن واخر الدنيا لو احتاجت. يا استاذ جهيل، الجيش ما بقاش في السكنات وبس، ده بقى في اليمن وفي الشركات والمؤسسات القطاع الخاص. في دي عندك حق. استاذ صلاح، في واحد طويل واسمر وصعيدي عاوز يبقى. مين الطويل الاسمر الصعيدي ده؟ ابو الرحمن الابنودي. ولسه واقف؟ روح هاته بسرعه. عارفين مين ده يا اولاد؟ ده الشاعر الجميل اللي نشرت له عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا يا فنان يا اصيل، تعالى في حضني. اقعد يلا يلا، تهوى على مكاتبكم. يلا تشرب شويه شاي. شويه شاي صعيدي. هو الصعيد وراك وراك. قول جواي. ها جاي زياره؟ لا على طول. انت قلت لي في جوابك انك شغال كاتب في محكمه هنا. ايه اتنقلت مصر ولا ايه؟ لا سبت الوظيفه، سبتها. كده انت لازم تروح الاذاعه تبيع لغنوتين عشان تقدر تعيش. هو الشاعر لازم يعرف يعني يكتب اغاني؟ هو عبد الرحمن ده اي شاعر؟ يا سلام عليه وهو بيقول بلدتي بلدتي يا والدتي يا والدتي، الطرحه لونها لمني الطرحه لونها لمني، زي ما بيستر على الميت كفن زي ما بيستر على الميت كفن. شايفة غل الدمع دي؟ شايفة غل الدمع دي؟ دي تمن صفحة كلام دي تمن صفحة كلام، جوه برواز لونوه لون الغرام جوه برواز لونوه لون الغرام، لون ضحكة عليوة وأغنية عبد السلام. أنا مش مصدق نفسي، أنا مش مصدق نفسي، ده حافظ القصيدة كلها. ايه صلاح جهين ده يا راجل؟ ايه صلاح جهين ده؟ جمال ورجة، يوه راجل جميل. ما علشان فنان بجد؟ لا وايه؟ بعتني الاذاعه بجواب لمحمد حسن الشجاع شخصيا بتوصيل ياخده مني اغنيه. يوه لا عليت معاك كده، من عارف بكره يغني لك عبد الحليم حافظ يا ولدي الابنودي وتقعد قدامنا وحاطط رجل على رجل. بص يا امل، انا مش دايما بنود لحد مصر علشان عبد الحليم حافظ. امال عايز مين يغني لك؟ مطرب جميل صوته شبه كلام انا، غنى ادهم الشرقاوي وقولوا لمأذون البدر. اسمه ايه المطرب ده؟ محمد رشدي. قلبي طرح نور فرح لما رأيت. ايه اللي بتقراه ده يا عبد القادر؟ ده سيناريو جديد بإذن الله هيكسر الدنيا. بلاش هيكسر الدنيا دي، الطيب احسن عشان ربنا يكرمنا. تقصد ايه؟ انا ما اقصدش حاجه، ربنا معاك. انا مش فاهمه ايه تحت الشجر يا وهيبه دي اللي بيسمعوه، دي حاجه غريبه قوي. بالمناسبه الغنوه ناجحه جدا وعاجبه ناس كتير. انت عملت استفتاء بقى في وسط الناس وعرفت انها عاجباهم؟ ست غريبه جدا،
انا لا غريبه؟ يعني انت عايز تفهمني ان الناس سايبين على قد الشوق وهواك واتمنى لو انساك ومسكين في وهيبه؟ الله، هو مفيش حد بيغني غير اخوكي بصراحه. اه، وهذا الشاعر الشاب القادم من الصعيد والذي يحمل حراره شمسها ودفء وحيويه مشاعرها هو التعبير الحي عن المرحله التي نعيشها، حيث اصبح الفن الكلاسيكي التقليدي في خبر كان، وأصبحت الأغلبية المعبرة عن جموع الفلاحين والعمال هي مبض مصر الآن. إن الأبنودي ورشدي مشروع تجربة فريدة من نوعها تعيدنا إلى زمن سيد درويش. مبروك مبروك يا ولد الأبنودي. الله يبارك. مبروك يا أبو أحمد. الله يبارك. تستاهلها والله. تعرف يا أمل، كانوا قال اللي أنا بحلم بيه. حد كان يتصور يا أمل إن أغنية زي دي تنجح النجاح ده كله، وجنبها مين؟ عبد الحليم حافظ بجلالة قدره. ما هي مرحلة التحول الاشتراكي اللي احنا بنعيشها دلوقتي هي مرحلة وهيبة وعب موجود، مش سونة وحشمت. بس يا ريت يا ريت تمشي في الطريق المظبوط يا خال. تمك متشائم يا أمل. جايز النية تبقى سليمة، المهم التنفيذ. هتقولي في ايه يا مجدي؟ قلقتني. أنا لسه جاي من الإذاعة دلوقتي من عند وجد الحكيم. إزايه؟ وحشني والله. طب ولما هو وحشك ما بتسألش عليه ليه؟ ما أنت عارف يا مجدي، التصوير والشغل. وقالك إنه زعلان مني ولا حاجة؟ لا طبعا، أنت عارف وجدي بيحبك قد إيه، مش ممكن يزعل منك، إنما يزعل عليك. يعني زعلان عليك؟ أنت رجعت خريطة الإذاعة الشهر اللي فات؟ لا. مش عوايدك يعني؟ تقولي في إيه يا مجدي؟ أنت عمال بتلف وتدور من الصبح. وجدي بلغني ان نسبة اذاعة اغانيك الشهر ده قلت قوي، وان اغاني تانية هي اللي مالية الاذاعة دلوقتي. يعني ايه؟ تسألنا انا؟ اسأل روحك. اسأل روحي؟ انت عايز تقول لي انا فاشل؟ ايه حليم اللي بتقوله ده؟ كلامك ملوش غير معنى واحد، اني بدأت مشوار الفشل. من فضلك يا حليم اهدى. اهدى ازاي يا مجدي؟ حبقى زي مطربين كتير طلعوا ولمعوا وفي الاخر انتهوا. اللي يطلع ويلمع وينتهي هو الفنان اللي ما عندوش مشروع فيه. لكن انت لا يا حبيبي، انت لا، انت وانت لسه عيل صغير كنت عارف انت عاوز ايه بالظبط، وعارف كمان هتحققه ازاي. ممكن تغلط، ممكن تتوه في السكه، لكن دايما احساسك هو بوصلتك ودليلك اللي بيرجعك تاني. والدليل على كده لما جيت للزياره اللي فاتت وكنت محبط والشك مليئ، وكنت حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. والحل ايه؟ ارجع لنفسك يا حليم، ارجع لنفسك اللي نجحتك وهي اللي هترجعك تاني. يا حليم مالك؟ شكلك مش عاجبني خالص النهارده. واضح كمان المزيكا اللي انا بلعبها مش عاجباك. بالعكس عجباني، بس حاسس ان اليومين دول مش زمن المزيكا دي. اشمعنى؟ سمعت رشدي وغنوته جديده؟ ايوه سمعتها وعجبتني كمان، بس اللون ده مش لونك خالص يا حليم. مش ضروري اغني تحت الشجره يا وهيبه،
إنما أغني أغاني قريبة من سوق الناس شوية اللي حبوا وهيبة. ما هم الناس اللي سمعوا أغانيك رومانسية وعجبتهم هم نفس الناس اللي سمعوا أغاني قنديل وحبوه. يحبوا حاجة يرفعوا للسما حاجة تانية. كده يبقى لازم توضح أكتر. يا كمال إحنا لما غنينا للسد العالي واتكلمنا بلسان العمال العرقانين واللي شايلين الحجارة في أسوان كان غنى من نوع تاني لسميع منطينة تانية. إحنا لو طبقنا الحكاية دي على الأغاني العاطفية هتلاقي إننا لازم نقرب من الناس شوية. جايز في الفولكلور الشعبي نعرف نطوره ونخليه شبهنا. فهمت قصدك يا حليم. بس طلبك ده بقى مش عندي. عندي بالغ حمدي. ليه مش أنت؟ لأني بقول على لسانك اللي بحس إنه شبهك. في يوم في شهر في سنة. نعم يا حبيبي نعم. أنا مش شايف يا حليم إنه ممكن يليق عليه غير كده. عموما أنا هسافر عشان قواتنا اللي راجعة من اليمن ولما نرجع نبقى نتكلم. يا ترى بقى حضرت لهم ايه؟ غنوة لحسين السيد وعبد الوهاب. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بشير، والله وحشتني. ربنا يخليك يا أستاذ. ازيك يا بشير؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دوسة. دوسة. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك يا حبيبي. مصر نورت. منورة باللي فيها يا فهيمة يا جميلة. ازيك يا فهيمة عاملة ايه؟ أمال فين محمد؟ ده احنا سبناه في اليمن. اخس عليك يا شحاته، يهون عليك. هو يعني من جهه يهون فيهون جدا يعني. ايه يا ابني انت عجزت ولا الجواز اللي هدك؟ جدع ارحمني بقى. اوعى يا شحاته بقى. الحمد لله على السلامه يا محمد. الله يسلمك يا فردوس. الله، امال فهيمه راحت فين؟ شكلك كده ما وحشتهاش. ممكن تنقطنا بسكاتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ايه يا فهيمة يا حبيبتي؟ مالك؟ في حد زعلك في حاجة؟ بصراحة أنت. أنا؟ أنت لسه شفتيني؟ بص يا محمد، أي ست تحب تشوف جوزها أحسن راجل في الدنيا، والمسألة مش هدوم وفلوس، إنما راس مرفوعة وإحساس إن مفيش حد أحسن منه حتى لو كان رئيس الجمهورية. أنا بصراحة مش فاهم حاجة. أنا عايز أعرف أنت تشيل ليه عبد الحليم شنطته؟ هو لا صغير ولا فقير. بقى هي الحكاية كده. هو صحيح لا صغير ولا فقير، إنما مريض يا فهيم. ولو يا محمد، أنا جوزي ما يشيلش الشنطة لحد. وطي صوتك، الناس برا. يبقى نروح أحسن عشان أعلي صوتي براحتي. فهيمة يلا حبيبتي عشان نحضر العشاء للرجالة. لا أنا لازم أروح. مالها يا محمد؟ إيه اللي حصل؟ مفيش يا فردوس، مفيش. لا يا حبيبتي انت فاهمة غلط. محمد يشيل شنطة حليم، انا اغسل جلابية محمد، اسماعيل يسيق لي بلاط بيتي، دي حاجة بتاعتنا احنا من صغرنا. العمر حد قال عيب ولا ما يصحش؟ ما يجيش حد بقى دلوقتي يدخل الكبر وسطنا. انتوا حرين في بعض، انما ده جوزي. جوزك في اللي يخصك يا حبيبتي، مش في اللي يخصنا احنا. احنا الداخل بناتنا خسران. نصيحة مني، بالطيبة والحنية هتبقي على راسنا من فوق. غير كده ما ينفعش. الغريب وسطنا غريب، ولا هينفع تعشرينا ولا هينفع تعشر جوزك ده. انت عاجبك الكلام ده يا محمد؟ بكرة لما تعشرينا هتعرف ان مفيش عقد بيننا. يبقى قول الكلام ده لابويا. انتوا لسه في الاول يا محمد. هي كده غلطت. اجمد. ايه بتاع وهيبة؟ اخبارها ايه؟ اسأل عليها مصر كلاتها. عندك حق. الغنوة دي خلت رشدي ينافس عبد الحليم شخصيا وخرجته من الاكتئاب اللي كان عنده بسبب الحادثة. في ايه تاني عندك؟ عندي غنوة جديدة مع عبد العظيم عبد الحاج، انما هتفوت وهيبة بمراحل. واسمها ايه بقى المرة دي؟ فهيمة؟ لا، عدوية. انت بتجيب الاسامي دي منين؟ من الناس. عارف مين عدوية دي؟ وهعرف منين؟ دي بنت صغيرة بتشتغل عند عم عبد العظيم في الدار. يا عيني يا عيني على مصادر الإلهام. تعال بلبل. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. سلم يا عبد الرحمن على بليغ حمدي. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ بليغ. أهلا وسهلا يا أستاذ. أهلا وسهلا. شرفنا. أهلا تشرفنا. ده بقى يا سيدي عبد الرحمن الأبنودي بتاع وهيبة. يا حياتي
تعال في حضني تعال. واقول لك اول مره سمعت فيها غنوة تخنوه دي كان في سينما في ريال في جنة. انا سمعت الغنوة من هنا وقعدت اعيط عيطت كتير قوي. ليه يا عبد الرحمن؟ حب فاشل. حبيت واحدة وسابتك؟ اقول لك الحاج ولا ابن عمه؟ ابن عمه. لا هقول لك الحاج. هي ما كانتش حاسه بيا من اصله. حب من طرف واحد يعني؟ من طرف واحد جدا. بس انا زعلان منك روح قلبي. ليه بس يا خال؟ واحنا لسه واكلين عيش وملح ومتقابلين. ولا انا اكلت كتير ولا ايه؟ اكلت كتير يا راجل. بقى تنزل على مصر وما تسالش عني. يبقى معاك كلام حلو كده زي تحت الشجر وتديه لعبد العظيم عبد الحق. اولا اسمها تحت الشجر. ثانيا ماله ام عظمه؟ وحش ام عظمه؟ نصيب. وبعدين مش انا اللي اديتها له، الاذاعه هي اللي ادتها له. واحنا نروح من بعض فين؟ احنا ها؟ شوف بقى حياتي، انا بحلم بمشروع عاوز اطور الفركلور المصري ومفيش حد غيرك هيقف معايا يا عبد الرحمن. وانا لابد لك اها. دي يا فندم اسامي الضباط اللي خرجوا من الجيش في الحركه الاخيره. شوف يا شمس، حسب اقدميتهم ودرجة الثقة توزعهم على المؤسسات الصحفية وشركات القطاع العام، بعدين تبقى ترجع لي. تحت أمرك يا فندم. الحقيقة كان في موضوع تاني كنت عايز أخد رأي سيادتك فيه. موضوع يا شمس؟ بلغني إن في تقرير بيروح من عند صلاح نصر في المخابرات كل أسبوع رأسا للرئيس. من غير ما يعدي علينا هنا؟ أيوة يا فندم. وزي صلاح نصر يعمل كده؟ ما هو ده الإجراء المتبع في كل الدنيا. إلا هنا يا شمس. بعدين جمال مش حمل الدوشة دي. كفاية عليه همومه الخارجية والمؤامرات اللي حوالينا من إسرائيل وإنجلترا وأمريكا. انتوا ايه؟ عايزين تموتوه؟ طب ايه رأي سيادتك؟ هات لي صلاح نصر على الخط التاني. ايوة صلاح. الحمد لله كويس. اسمع يا صلاح، التقرير اللي بيروح لجمال يجي لي هنا الأول وأنا اللي أقرر إيه اللي يروح له وإيه اللي ما يروحلوش. مفهوم؟ مع السلامة. يا ريس حكيم بقى جوه الجيش وبراه. وضح كلامك يا حسين. كل اللي ماسكين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ضباط تبعه. كلكم يا ريس والمخابراتكم تاني. وهذا مش عارف يحارب في انهي جبهة، اللي جوه ولا اللي بره. الموضوع ابتدى يبقى بره السيطرة. طب والأمل؟ المفروض في الحالات اللي زي دي رد فعل يبقى أعنف مما يتخيل حكيم. بس في حاجات كتيرة أوي منعاني. احنا سترك وغطاك يا ريس، تقدر تفتح قلبك قدامنا وانت مطمئن. ما كلكم عارفين الصداقة والأخوة والعيش والملح والمشاعر اللي انا بكنها الحكيم، وفي نفس الوقت احساس ان نيته سليمة حتى لو كان بيسيء التصرف. وهتسكت بليز؟ سيبوني دلوقتي من فضلكم. لو احتجت حاجة يا ريس انا موجود في البيت صاحي مش هنام. الله يكون في عونك يا ريس. Thank you.
اتفضل يا فندم. اتفضلي استريحي. اتفضلي يا فهيم. يا اهلا يا اهلا. يا سي محمد، عاوز تعرفني يعني انك مش فرحان برجوع فهيمه ولا ايه؟ اللي عملته ده اسماعيل كان يفرح حد؟ بص يا محمد، احنا عاوزين ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. انا خلاص، انا عرفت فهيمة احنا مين وجايين منين. عرفتها ان احنا فرشتنا واحدة وقرشنا واحد، بيت حليم هو بيتي وبنتي هي بنت محمد. لما كنا عيال صغيرين يا فهيمة، ما كانش في حد فينا بيستحمل على التاني الهوى. عمرنا ما اختلفنا، اللقمة كنا بنقسمها اتنين. الهدمة كانت عليا تقلعها من على جسمها في عز البرد علشان تدفي بيها حد فينا. يبقى ينفع بقى واحنا كبار كده وعقلين حد فينا يزعل من التاني؟ حاولت اقول لها كده مش عايزة تفهم. لا يا خلاص، دلوقتي فهمت كل حاجة. ومن دلوقتي فهيمة بقت واحدة من عيلة شبانة. وعليا اللي زعلانة منها دي؟ هي اللي زعلانة؟ لا، بقول لك يا فهيمة، عليا مش أختنا وبس، دي أمنا، مش بالسن، باللي عملته وبتعمله. علشان كده أنت لازم تعتبريها في المقام الأول أختك، وأمك في المقام التاني. في حد يزعل من أمه؟ بلدي يا بلدي والله حلوت يا بلدي، بلدي يا بلدي بلد الصوار يا بلدي، بلدي يا بلدي والله حلوت يا بلدي، بلدي يا بلدي بلد الأحرار يا بلدي، بلدي والله حلوت يا بلدي، بلدي يا بلدي بلد الصوار يا بلدي، بلدي يا بلدي والله حلوت يا بلدي، بلدي يا بلدي بلد الأحرار يا بلدي، بلدي بلدي الله يا كمال. عجبتك الغنوة؟ حلوة قوي، بس أنا يا سيدي ليا وجهة نظر في اللحن وكمان في الكلام. اتفضل قول. شفت اللي مكتوب في الجورنال؟ غير يا شحاتة. بص يا سيدي، تشهد الاحتفالات بعيد الثورة هذا العام أكبر حشد من نجوم الطرب والغناء، وسوف يغني في عيد الثورة 12 عبد الحليم حافظ من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، كما ستغني أم كلثوم قصيدة على باب مصر، وكما هي العادة سوف تنتشر أغنية عبد الحليم انتشار النار في الهشيم بين الناس، بينما تعاني الأغنية الوطنية لكوكب الشرق من حالة ولادة متعثرة كي يعرفها الناس. لا 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 لا. ليه كده بس؟ ما هي دي الحقيقة يا حليم. حتى لو الحقيقة
بس انا ليا لون وهي ليها لون. الواد الصحفي ده نيته مش سليمه. الكلام ده هيأثر على الست جدا. يا رب ما تقراه. صحفي قليل الذوق. انا لازم اكلم رئيس التحرير. ما تزعليش نفسك زيت الكل ابدا. ما هو اللي كتب كتب واللي قرا قرا. يعني اسكت؟ لا مش نسكت. هنشوف الحفله اللي جايه. عبد الحليم بيغني كل سنه بينقي احسن وقت الساعه 12 بالليل. يعني في عز الناس بتكون مصهلله. طيب خلاص. الو، من فضلك ممكن اكلم سياده المشير عبد الحكيم عامر؟ اهلا يا سياده المشير، انا ام كلثوم. وحشني جدا كده برضو. لا سؤال ولا حتى كل سنه وانت طيبه. على العموم انا عارفه مسؤولياتك، بس انا ليه عندك طلب. الامر لله. حفله 23 يوليو الاسبوع الجاي انا عايزه اغير مواعيدي فيها. اصلي الجو بيبقى حر في المسرح، وانا يعني عايزه اغني الوصلتين بتوعي واسيب لكم المسرح فاضي خالص تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. تسلم لي عينيك يا سياده المشير. طيب انا هعمل ترتيباتي على كده. شكرا، من فضلك عايزه ابقى اسمع صوتك. ميرسي، مع السلامه. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا بالفنان الكبير ابن الثوره. لا واضح ما بقتش ابنها ولا حاجه. في ايه يا حليم؟ في حاجه حصلت؟ انا معادي دلوقتي اللي بغني فيه كل سنه هو الساعه 12 بين وصلتين الست. وانا وضبت نفسي على كده وفرقتي كمان. وفوجئت دلوقتي حالا ان انا هغني في الاخر. ولما احتجيت قالوا دي اوامر سعادتك. هي ام كلثوم هي اللي طلبت وقالت انها بتتعب من الانتظار. وانا وافقت. فين المشكلة؟ المشكلة ان الست ام كلثوم بتغني 4 ساعات والجمهور بعدها بيبقى تعبان ومجهد مش قادر يسمع اي حد، وهي عارفة كده. الحقيقة انا ما خدتش بالي من النقطة دي. انا وافقت بحسن النية، بس يا حليم دلوقتي احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة. احنا وزعنا البرنامج على الاذاعة والضيوف وكل الناس. وفي حاجة كمان، الرئيس هيضطر يمشي بدري عشان مسافر الليلة. ده حقيقي. طب وده يرضي مين يا فندم؟ ايه يا بطل؟ شكلك مش مبسوط. اهلا يا فندم. اهلا. لا مفيش اي حاجة. يا حكيم، مزعلين حليم ليه؟ لا ابدا يا ريس، هو زعلان ان هو هيطلع بعد ام كلثوم وخايف حضرتك تمشي قبل ما تسمعه. ما تزعلش يا حليم، انا هقول لمحمد احمد ياجل طيارتي لحد ما تخلص هنا. مبسوط يا حليم؟ متشكر يا فندم، الف شكر. يلا بقى روح حضر نفسك عشان تعرف تغني. طبعا اذنكم. اتفضل. مش يلا يا ريس علشان نسمع ست؟ اتفضل يا حكيم. انا عارف هي عملت كده ليه. ايه ده يا حليم، امال عشان صحتك؟ هي عارفه ان معظم جمهوري من الشباب، وعقبال ما اطلع اغني الاغنيه هتكون الناس نامت، واللي ما نامش تعب، يعني هي بتموت لي الاغنيه. ما تاخدش الموضوع بالشكل ده يا حليم. جايز تكون الاسباب اللي قالها المشير حقيقيه. طب وانا ذنبي ايه؟ اهدى اهدى يا حليم، الانفعال مش كويس علشانك يا اخي. كلام شحاته مظبوط. اللي حصل حصل. لا زعلك ولا انفعالك هيجيب نتيجة، الوحيد اللي هيخسر هو أنت. هو ده الكلام يا حليم، خليك حليم اللي احنا نعرفه أمال، اللي لما حاجة تضايقه بيتغلب عليها بفن وبتصميم. ماشي ماشي، ما أشوف آخرتها. دي واحدة نيتها سليمة دي. أقول لك كلام مش هيجيب نتيجة يا حليم، خلي الليلة تعدي على خير أمها. يلا يا حليم استعد، أحمد فؤاد حسن طلع مع الفرقة على المسرح.
شرف عظيم لأي مطرب يختم حفلة بتغني فيها الست أم كلثوم، بس مش عارف ده فعلا شرف ولا مقلب عاملاه فيها الست أم كلثوم. قصدها تموت لي الاغنيه، بس ما كانش ليها لازمه الكلمه اللي قلتها دي. برضه ام كلثوم يا حليم، اهو اهو عشان تصدقني مصر انه كان عنده حق. طبعا عنده حق. حق ازاي بس يا ست عليا؟ ما تسيبوها يا جماعه تقول رايها. ايه كلمتين قالهم ضايقوه؟ ما هي قصدت تعمل اللي يضايقه. حلال ليها حرام لي يا ابله؟ يعني هو استفاد ايه لما قال كده؟ يعني طق يا ناس، ده واحد عيان وهي عارفة كده كويس، والإجهاد خطر عليه، توقفوا بالساعات، مش بني آدم ده. خلاص بقى عليا اللي حصل حصل. انت ساكت ليه؟ عايزاني أقول إيه عليا؟ إذا كان كل الناس سايبة الغنوة اللي غنتها والنجاح وتشجيع الرئيس والجمهور ومسكين اللي في كلمتين قلتهم من غيظي، يا شحاتة يا محمد ما تقول لهم كانت حالتي عاملة إزاي؟ أنا كنت حموت. بعد الشر إن شاء الله اللي يكرمك. أبو حليم أنت نجاحك كان متوقع. اللي يتعب زيك ويخاف على فنه لازم ينجح. إحنا بس مش عاوزين حد يقول عليك حاجة. يا ساتر يا رب، لمين هتكون مستمع؟ ألو؟ أيوه ده منزل عبد الحليم حافظ. نقول له مين؟ ثانية واحدة، ده مكتب المشير عبد الحكيم عامر.